اهلا وسهلا بيكم عاملين ايه كله تمام بقى في اطار انه نحن نتحول الى الاقتصاد الاخضر واحنا لو افتكر كويس يعني والذاكره ما بتخنيش احنا اول امبارح كنا بنتكلم عن الاداره الذكيه للمخلفات الصلبه وعلاقه المخلفات بتغيرات المناخيه وما الى ذلك وكان محدثنا عبر الهاتف دكتور عبد المسيح سمعان الخبير البيئي واستاذ العلوم البيئيه فحظنا الرائع انه دكتور عبد المسيح بنفسه موجود معانا في الاستوديو اهلا بيك دكتور اهلا بيك استاذ يوسف ازاي الصحه ازيك يا فندم كله تمام الحمد لله أنا ممكن يجي على بالي السؤال بتاع أي مواطن بسيط، إيه علاقة المخلفات بالتغيرات المناخية؟ يعني ناس تيجي لك التغيرات المناخية أكيد بسبب الصناعة، هل المخلفات ليها دور بتلعبه في مسألة هذه المتغيرات المناخية؟ بالتأكيد طبعًا لأن ده ضمن المنظومة اللي هي على على سطح الكرة الأرضية، المخلفات توجد في كل مكان حيث توجد إعاشة الإنسان توجد مخلفات. احنا مخلفاتنا على سبيل المثال في مصر حوالي 26 مليون طن يعني ده رقم كبير جدا فالمخلفات دي موجوده في كل مكان لو انا رميت المخلفات دي في الشارع على سبيل المثال هتتحرق مم تمام حرق المخلفات ده ينتج عنه ايه ثاني اكسيد الكربون طبعا المسبب الرئيسي لظاهره تغير المناخ وبالتالي احد المسببات الاساسيه مع الكميات المتوالده الكثيره احنا بنتكلم على مخلفات صلبه ما تكلمناش عن مخلفات زراعيه مخلفات اخرى طالعه من الصناعه الى اخره اذا كل هذه المخلفات نتكلم على مخلفات البيوت والصناعة واللي هي الحاجات اللي بيشغلها الانسان المدرسه الشارع المستشفى الحاجات اللي هي الاساسيه كل دي حضرتك لو تراكمت واتحطت في الشارع واتحرقت او حتى سبناها تتوالد وبالتخمر تطلع ثاني اكسيد الكربون هذا مسبب رئيسي لظاهره الاحتباس الحراري او تغير المناخ اذا العلاقه وثيقه جدا ما بين تراكم المخلفات وما بين التغير المناخي طيب على رأي يعني الناس زمان يقولوا العلم تقدم فعلى ما يبدو انه التقدم العلمي وصل لمرحله انه التخلص من المخلفات لم يعد مجرد تخلصا وانما اعاده استخدام أكثر من شكل تمام ده بيتم ازاي عندنا هنا في مصر اولا هي اداره متكامله للمخلفات فخامه الرئيس اصدر القرار 202 لسنه 2020 في شان اداره المخلفات بقى عندنا دلوقتي قانون للمخلفات الصلبه هذا المخلفات القانون بيعالج بقى كل المشاكل اللي كانت موجوده قبل كده بيعالج من حيث وجود جهاز لاداره المخلفات هذا الجهاز بيقوم بالرقابه والمتابعه وترسيت العطاءات على الشركات اللي هتشتغل، حضرتك عارف ان احنا كان عندنا شركات قبل كده اجنبيه، الحمد لله يعني خلصنا منها يعني شغالين دلوقتي خلاص على الشركات المصريه. شركه فرنساوي كبيره كده كانت قرفانه يعني في ما يعني حضرتك عارف من سنين قبل كده وكان عليهم شروع علينا شروط جزائيه لو مشيناهم الى اخره، فالحمد لله خلصت القصه دي. لانه كان في حلقه مفقوده الشركات دي كانت بتاخد من يعني ما بتاخدش المناوله من البيت لغايه العربيه فكانت بتاخد من الشارع طب آه. تب... أنا تب... عندي في البيت مين اللي آه. هياخد اصبح بقى في حلقتين الراجل اللي بيجي ياخد منك ويمشي مم. والعربيه دي اللي بتاخد لكن دلوقتي هتبقى المنظومه متكامله من البيت لغايه ما توصل الى المدفن او اعاده التدوير، وبالتالي المنظومه هتمشي ازاي؟ اول حاجه اللي ينجح اداره المخلفات هو الفصل من المنبع. مم. دي نقطه مهمه جدا ويمكن السادة المشاهدين مش عش... عشان نص... ما نصعبش عليهم الموضوع، هم كيسين. كيس فيه الحاجات العضويه وفي كيس فيه حاجات البلاستيك والورق والمخلفات الاخرى. مم. سهل جدا مش محتاجه يعني اربعه و.. والوان و.. و.. ونصعب على الناس الدنيا سهله جدا وبسيطه بس خلي بالنا المخلفات العضويه دي ما نحطش اكل مم. لان العالم كله دلوقتي بيتكلم على موضوع الاكل وازاي ان احنا نحافظ على الاكل طبعاً. ما نرميش اكل في المخلفات ونقول ان دي أن احنا عندنا يعني صفيحه المخلفات المصريه 60% عضوي وده رقم كبير 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 فده معناه في اهدار كبير للغذاء بالظبط في اهدار للغذاء يمكن يعني المنظومه بتاعه اسكندريه اللي هي اللي بدات المنظومه الذكيه حسبوا ان تقريبا بيطلع مواد غذائيه حوالي يعني نص كيلو الا شويه وده رقم كبير كل يوم يعني ده البيت الواحد بالظبط فده رقم كبير طبعا احنا بنقيس بقى ايه كل اللي بيطلع على عدد السكان <applause> طبعا في ناس أسر بسطاء وكل حاجه لكن في ناس بت حضرتك يعني ابسط مثال لما بتروح تاخد يعني يومين في الغردقه او ثلاثه والاوبن بوفيه والحاجات دي كلها بتاخد اكل كتير جدا وبتهدر كتير جدا وبترمي كتير جدا وافراح والمناسبات كل الكلام ده بيهدر ونفسي اعرف ليه <applause> اوبن بوفيه اهو بالظبط حضرتك <applause> خد اللي انت عايزه كل ما يخلص قوم هات تاني لا مش معقول مستكتر العشر خطوات ما لا احنا عندنا ايه الثقافه نجيب 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 نحطها على الترابيزه وبعدين المعده هتاكل ايه يا استاذ يوسف؟ يعني حاجه بسيطه والاخر هيروح فين؟ ما هو خلاص اصبح مخلف لأنه هو يعني ما عادش يرجع تاني آه. وبالتالي اصبح ده مخلف، مخلف ده يعمل لنا عده مشاكل كبيره جدا، المشكله الاولى انت بتهدر موارد بتهدر المواد الغذائيه يعني احنا في امس الحاجه والعالم دلوقتي في ظل ازمه المناخ اكتر مشكله هو ايه الغذاء مم. يعني الحراره بتبوظ المحصول دلوقتي الزياده صح الميه هتقل وبالتالي انت مشكله الغذاء مشكله عالميه وبالتالي انا النهارده لما اجي اهدر هذا الغذاء ورمي ده مشكله كبيره جدا فدي نقطه النقطه التانية انك بتطلع مخلفات والمخلفات دي بتسبب لنا مشاكل كتير جدا سبب بقى اولا ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع من الحرق حاجة تانية حضرتك بتشوف كم من الحشرات والحيوانات اللي في الشارع كتيرة جدا ليه؟ الأكل موجود في الشارع مم. ده حتى حضرتك سلوك الحيوان اختلف أوه. كان القط بيجري ورا الفار عشان يمسكه دلوقتي لا مش محتاج يجري في سلام ورا دائم حلص. بين القط والفار الفار يعني. معدي قدامه بيعمل باي باي لان هو عنده الاكل قدامه عنده الاكل فاذا هو غيرت حتى الطبيعه البيولوجيه احيانا بين وبالتالي انت عندك مشكله تانية في في هذا الاطار اذا عندك امراض بتزيد لان هذه الحشرات طبعا بتسبب امراض طبعا. اخطر كمان من كده ان الهواء نفسه بيتلوث والهواء ده أصدر مصدر اساسي للاستنشاق الانسان بياخده في كل حياته يعني اذا عندنا اكتر من مشكله بتسببها هذه المخلفات اللي موجوده في الشارع وموجوده في البيوت فابسط حاجه اول نبدا بيها اداره الاداره المتكامله للمخلفات هي الفصل من المنبع ليه بقى بنقول للناس كده وببساطه شديده جدا انت السله الاولانيه تحط فيها الحاجات المتبقيات اللي هي جايه من القشر مش من الاكل مم. يعني قشر برتقان قشر موز الحاجات دي كلها ده احسن سماد ممكن نستخدمه لو اتفصل لوحده حلو سماد رائع ما اي حاجات لا بلاستيك ولا حديد ولا اي حاجه حلو ياخده الراجل جامع القمامه او الشركه اللي هتيجي هتاخده توديه على مصنع السماد يعمل سماد ممتاز جدا مم. ازمه الدنيا دلوقتي كمان السماد يعني السماد دوت عشان التغيرات اللي حاصله والحرب اللي في اوكرانيا والبتاع والحاجات طبعا. دي كلها فيها مشاكل كتير. اذا اول حاجه ادي اول شنطه الشنطه التانية اللي هي موجود فيها بقى البلاستيك البلاستيك يعاد صهره ويشكل مره اخرى ويمكن احنا بنفتكر لما بتروح تنظف حاجه بدله ولا غيره بتلاقي جايب لك شماعه كده دي شماعه معاد أيوة. معادة التدوير معاد آه. مدوره يعني آه. بتتعامل تاني وتستخدم الورق يعاد تدويره بالتالي نبله ونفرمه ونعيد تشكيله لانه ناشف مم. لكن لو تحط المحتوى الكونتينر كله على بعضه بقى. اصبح المحتوى بتاعه مم. ملوش قيمه لان عليه زيت عليه ميه الورق اتهرى والبلاستيك اتهرى والقماش اتهرى وكل الكلام ده اذا كل دي منظومه متكامله بتبدا بقى من الفصل من المنبع ثم الجمع اللي هيجمع أوه. ثم اللي هينقل أوه. ثم بعد ذلك اللي هيفرز ولو هيفرز اصل بعض الناس تقول لنا ايه تقول لنا طب ما هو الراجل بيجي ياخدهم يحطهم على بعض ما هو ما على بعض هو, هو بياخد الكيسين ويروح يفرزهم هناك يفتحه اللي بيلاقي عضوه بيحطه يعني احنا بنساعده ونديله محتوى كويس جدا اخر حاجه التخلص الامن والتخلص الامن احنا عندنا دلوقتي حتى في القانون موجود الجديد انه ثلاثه ار يعني ببساطه شديده جدا اول حاجه عشان ننجح المنظومه الفصل المنبع يليها قلل استخدامك يعني ايه قلل استخدامك يعني الحاجه اللي استخدمها للاخر ليه تبقي أكل ما ما تهدرش مش بقول لك ما تاكلش عشان الناس ما تفهمناش غلط لا. ما تهدرش بالظبط ما تهدرش انت عندك اكل كل زي ما انت عاوز لكن لا تلقي باي غذاء صالح للاستخدام في سله المخلفات احنا عندنا اهدار كتير جدا في هذا الاطار ابسط مثل الام متاكده ان ابنها مش هياكل الثلاث سندوتشات وتصر تعمل له الثلاث سندوتشات من المدرسه هياكل اتنين ولا بتاع ويرمي الباقي آه. وبتلاقي اللي طالع من المدرسه ايه؟ ورق واكل واكل فاذا احنا دي 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 النقطه الاولى يبقى النقطه الاولى ان احنا نعلم الناس الار الاولانيه اللي هي ايه؟ ترشيد استخدام حلو. الاشياء حلو جدا مهم جدا وببساطه لو انا عملت لحضرتك دلوقتي مثال ويمكن الناس مش يعني هتتخض شويه لو انا جبت طبق رز واكلت منه بقيت فيه معلقه احنا اربعه بقينا اربع معالق في عماره فيها خمسين شقه بقينا 200 معلقه يطلعوا كام؟ كيلو رز. خمسة؟ أبسط حاجة، مم. عشرة خمسة. في عمارة واحدة، في حي واحد، في ها. كام عمارة؟ في 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 طاقة واحدة. في ها. أكلة واحدة. يهدر قد إيه رز؟ قص على ذلك بقى، عيش، خضار، بس. لحوم، بالزبط. دواجن، أسماك، فواكه، خضرة وهكذا. هي قيس بقى على زمن. ده بنهدره وإحنا مش داريانين، ده إحنا بنهدر حاجة تانية، بنهدر المية اللي اتسقى بيها هذا المحصول. طبعًا ودي بيسموها المياه الافتراضية وأقول برضو مثل كده بسيط البرتقانة عشان تيجي لحضرتك خدت كام لتر مية مم. خمسين لتر مية البرتقانة الواحدة البرتقانة الواحدة ما انت ح... احسبها من ساعة ما كانت بزرة بالظبط كده التفاحة سبعين لتر مية يعني انت لو رميت نص تفاحة ولا رميت نص برتقانة شوف رميت قد ايه مية طيب انا رميت خمسة وثلاثين لتر بالظبط كده ده يعني امثله كتيره جدا نقول نقول اللبن قد ايه البنطلون الجنس قد ايه كل الارقام دي لو قلنا للناس الكلام ده اعتقد ان كل واحد هياخد تكير انه يحافظ على ده مش معناه بخل احسن الناس تقول لك ده يعني وانا لما ارمي ابقى كريم بتاع يعني انا لو رميت كده انا كريم ولو انا حافظت على حاجتي ابقى بخيل بالظبط الاستراتيجيه دي هتحسن لك الدخل بتاعك لانك هتوفر فلوس بدل ما اشتري 10 كيلو رز هرمي منهم اثنين على مدار الشهر هشتري ثمانيه هشتري سبعه وفرت فلوس. صح. حاجه ثانيه وفرت موارد انا زرعتها وتعبت فيها وسقيتها ميه الى اخره واحنا في امس الحاجه الى هذه الموارد في ظل التغيرات المناخيه. الحاجة الثالثة حسنت صحة الناس وقللت المخلفات اللي عامله لنا مشاكل وإلى و... آخره وحاجات كتيرة جدا إذا دي أول استراتيجية الحاجة الثانية هل يمكن إعادة استخدام الأشياء اللي هي بيسموها ريوس إعادة استخدام, استخدام الاشياء استخدام. يعني انا انا مثلا يعني اقول للناس حاجه بسيطه برضو زمان كنا بنشتري القميص ما كناش بنشتري جاهز كنا بنشتري قماش ونروح نوديه للتلزي كان التلزي بيعمل ايه زياده ياء واسورتين للقميص ايه اللي بي بيدف القميص هو والاسورتين فتروح بعد سنه اتنين تغير الياء والاسورتين بقى قميص ايه جديد تماما ليه ما نرجعش هذه الـ الـ الاشياء انت وفرت قطن وفرت صناعه وفرت تلوث مصنع بشغال بيطلع ثاني اكسيد الكربون وفرت فلوس ببساطة شديدة جدا وبعملية سهلة مش محتاجة أي حاجة يعني وقعدت إحياء لنوع كان في الصناعة موجود وكان فاخر يعني كان أنا موجود أبويا الله يرحمه كان بيروح يفصل قمصان عند واحد مشهور كده في وسط البلد مش عارف أقول اسمه بقى مشهور جدا قوي خالص فكنت أقول له ليه؟ يقول لي يقولي ده القميص بتاعي يعني ده معمول لنا بالزبط. فبيجي مظبوط جدا كده. فهنا أنا برجع تاني ما كان يطلق عليه القمصنجي ايوه الترزي بتاع زمان آه. اللي كان بيعمل ده وده شغل نرجع الحاجات اللي كانت موجوده في الثقافه المصريه ده يعني العالم بيفكر لازم نفكر تفكير اخر يعني وكان موجود عندنا احنا ما, ما, ما فيش اختراع العجله يعني, زي يعني العجل يعني ما بيقولوا يعني ده ابسط مثال ومثال تاني السيده لما كان البلوفر بعد سنه اتنين تفكه وتجيب شله جديده أيوة. وتعمل غرزه شغلوا جديده تشغله تاني وتبقى بلوفر جديد بكام بشله يعني ليه ما نعيدش هذه الاشياء؟ الكلوفر اللي مطه راحت عملنا خصمين جديد عملنا من نفس الكلوفر هو 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 من نفس الخامه انت بس جبت لون جديد ولا حاجه شله ولا شلتين من من القماش ليه ما نعيدش هذه الاشياء مره اخرى؟ بشكل بسيط ونعلم اسرنا تاني ان ده يبقى ثقافه عندنا، نعلمه لاولادنا في المدارس وفي الاعلام وفي مراكز الشباب ونعلمهم هذه الصناعات حتى الخفيفه اللي هي يعني السهله والثقافه دي ترجع تاني. وأمثلة كتيرة جدا كتير حضرتك بنكتب في وش في الورقة اللي قدام حضرتك دي مكتوب في وشها ظهرها فاضي مش أنا عملت كده مرة زمان <applause> كنت بشتغل في شركة كبيرة جدا فتعلمنا الحكاية دي في الشركة اللي كنا بنشتغل فيها كانت شركة كبيرة من شركات المقدمة خدمات التليفون المحمول فكنا احنا بنتعلم كده يعني ده فبعد كده انتقلت رحت مكان آخر فهذا المكان الآخر ربنا أسعدني إن أنا مديره فلقيت بيطبعوا وبعدين يرموا الورقة على جنب فانا قلت لهم لا يا جماعه أنا عرفه وتعلمته اللي انا اعرفه واتعلمته في الشركه الاولانيه إن احنا بنعمل كده ودخلوا مكنه التصوير او برينتر مره ثانيه ولازمته ايه انت هتوفر لاصحاب الشركه قلت لهم باعتباري مدير اه ده طبعا. واحد طبعا ده ضميري اتنين احنا بنوفر فلوس كتير جدا من ورا ده بنوفر للبيئه يعني احنا ده شجر بالظبط انت الطن المعاد تشكيله بالطريقه دي بيوفر لك 17 شجره كنت هتقطعها عشان تعمل طن جديد ورق تخيل 17 شجره في الطن الواحد عشان طن ورق عشان عشان طن ورق انت بت... لو انا كتبت في وشها وفي ظهرها يبقى انا قللت استخدام الورق بنسبه 50% صح؟ امم وحافظت على الشجر تمام فانا حافظت على تقريبا 8.5 ونص شجرة بالظبط كده بالظبط ده انا كمان اقول لك حاجة ثانية حفظت الورقة دي الاي 4 عشان تجيلك شاربع 10 لتر مية أنا كده حافظت على 5 لتر 5 لتر ميه في ايه؟ في ورقه ان انا كتبت ورق. في ظهرها ابسط الاشياء فدي الاستراتيجيه الثانيه اللي بيسموها اعاده استخدام الاشياء يبقى الاولى الترشيد مم. والريديوس اللي هي خفض الاستهلاك الثانيه اعاده استخدام. طيب انا كتبت الورقه وشها وظهرها ده مش شغلتي بقى وريوز ايوه الثالثه بقى الريسايكلينج اللي هو الدوير. التدوير بقى انا كتبت وشها وظهرها ده مش شغلتي احطها بقى انا في الكيس بتاعي يجي الراجل اللي بياخد المخالفات هيوديها المصنع المصنع هيفرمها وبتاع ويطلع عليه ورق جديد والنهارده في تقنيات حديثه جدا تطلع لك لايك نيوم يعني كانه ورق أيوة له زي بزي زي زي من اول وجديد متبيض تماما وتعمل اشكال والوان وحاجات كتيرة جدا جدا هي دي الاداره المدارة. طيب اذا تبقى بعد كل هذه المرحله اشياء بيعمل لها بقى دفن امن بيعمل لها دفن صحي بيعمل لها يعني لها بي حتى لو كان في محارق بيعمل لها دلوقتي انتاج كهرباء يعني النهارده ممكن من استهلاك من من القمامه نطلع كهرباء اللي هي اللي هي اصلا عندنا مشكله لو احنا استخدمنا الوقود الاحفوري اللي بيطلع ثاني اكسيد الكربون ممكن محارق خاصه ما تطلعش هذا الويست في ال او المخلف في الهواء وناخد الكهرباء اللي طالعه ونقدر نشغل بيها تربين نشغل بيها اي حاجه تانية نقدر نستفيد بيها طب ده بيتطلب ان احنا نعمل عمليه تغيير في ثقافه المواطن بالسابق. المواطن العالمي مش بس عندنا في مصر بس انا بالنسبه لنا في مصر عشان نقدر اغير الثقافه دي لازم هو يشوف بعينه ده بيحصل طول الوقت فيبدا يعتاد زي ما انا مره شفت كان في شيكاغو كان في شارع في حي مشهور ان هذا الشارع ممتلئ بالمخلفات طول الوقت لدرجه إنه الشركه خدت قرار مش هتروح فقالوا لا احنا هنخلي الشركه تروح كل يوم تزيل المخلفات سكان الشارع اعتادوا النظافه آه فبداوا يقللوا عمليه القاء المخلفات في الشارع بعد شويه لقوا الناس بطلت ترمي خالص احنا عندنا عده استراتيجيات ممكن جدا تعمل حاجه بسيطه جدا ممكن تقول له المخلف اللي هتجيبه لي الحته الفلانيه اديك عليه فلوس زي المانيا بيعملوا كده مثلا والنهارده لو قلت للسيده لو عندك 15 ازازه خليتيهم وانا اجيب لك عليهم فلوس هتخليهم مش هترميه ما ده معناه ان انا بقى ده. يبقى لازم عندي المكن يهده زي بتاع اوروبا احط جواه الازازه بالزبط. اجمع الكيس بتاعي افضل احط ازاز ازاز الخاص بيطلع لي كام سنت كده فكه بس بينفعوني ماشي كويس ما أه؟ هو يعني ده ما احسن ما, ما, ما تسيبه ما يعني النهارده في بعض الشركات طبعا المخلفات الالكترونيه دي مش داخله في حسابنا م. دي 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 عاوزه حلقه ثانيه يعني صح. لانك انت عندك حاجات كثيرة جدا جدا فبيعمل ايه المخلف الالكتروني بيروح مثلا لشركه شركه تقول له لو جبت لي لابتوب قديم مثلا كذا هديك مثلا 100 جنيه <مم> فيروح يوديه احسن ما هو مركون عندي حاطه تحت المكتب ده, ده كارثه يا فندم ده ده عامل لي كوارث كلها طلع مواد كيميائيه واحنا مش دريانين يعني فدي عاوزه قصه لوحدها فاذا انت النهارده بتتكلم على اداره متكامله لهذه المخلفات ونقدر نستفيد منها حاجات كثيره جدا والاهم والاكثر النهارده بقى بنسمع على المخلفات اداره المخلفات الذكيه ده عباره عن ايه؟ انت بعد شويه هيجي لك على الموبايل تطبيق كده للمخلفات تعرف يعني بس يمكن لسه الدول المتقدمه بتستخدمها شويه، تعرف الاماكن اللي ممكن ترمي فيها المخلفات يعني مكانها فين؟ اه وتقدر توصل لها يعني لو انت ما عندكش حد بيجي بدل ما انا اسيبها جنب العربيه الصبح وامشي. اه. <applause> فهيبقى في كده موبايل المخالفات او اداره المخلفات الذكيه ده عباره عن اداه تشخيصيه بتساعد متخذ القرار ان هو يعرف معلومات عن حجم المخلفات اللي عنده. وأنواعها. في الحي. انواعها ايه؟ شكلها ايه؟ حجمها ايه؟ عشان يقدر يوجه. العربية اللي هتروح تشيل هذه المخلفات مم. بدل ما أنا مثلا أودي العربية كل يوم وممكن ما تلاقيش مخلفات النهاردة أو تلاقي نصها يبقى أنا بوفر 30% من التكلفة. من التكلفة بوفر ثاني أكسيد الكربون كان ممكن يطلع نتيجة العربيات اللي بتتحرك طبعا. نتيجة الحاجات دي كلها دي بيسموها الإدارة الذكية النهاردة وابتدت فعلا الدوله في اسكندريه اعتقد وشرم الشيخ تبتدي تستخدم هذا النوع من التطبيق او حمد. ما يسمى بال طب. انا عندي يمكن سؤالي الاخير في الحلقه قبل ما نختم انا ساعات كتير كنت الاحظ انه في عندنا مشكله حقيقيه في مساله الفرز الراجل اللي بيجي ياخد المخلفات من البيت بيحطها في بتاعة التانك الصلب الكبير ده يجي واحد تاني بقى بالتريسيكس آه. علشان يفرز انا مره وقفت الساعه 4 الصبح اتناقش مع الراجل حرام عليك اللي انت عامله يقول لي ما هو اصل المنطقه بتاعت الفرز بعيده يا باشا واحنا كده مش عارف ايه فانا بفرز هنا اقول له طب يا عم ما انت بتفرز وما بتنضفش وراك طبعا انا يعني بقول له غريتمات بالنسبه لي بلا تنضف بلا بتاع <applause> لا هو ده بيسموه حاجه تانية غير الجمع القمم بيسموه النباش ايوه النباشين اول النبش النباش ده هو بيدور على حاجه معينه تخصصه أوه. بيدور على غطاء ازازه علب حاجه ساقعه اه علب حاجه ساقعه ازايز عشان بياخدها أوه. يصير يعملها أوه. بالرصاص وحاجات كده ياخد ياخد كرتون ياخد حاجه أوه. لانه هو عاوز حاجه بس ويمشي فطبعا لما بيجي ياخد ما احنا برضو ساعات ايه بنساعد الراجل ده احنا يعني بدل ما ناخد اذا ال... احطها في الكونتينر ساعات بحطها جنب الكونتينر وامشي صح فالراجل سهل بقى يروح فاتح وواخد اللي هو عاوزه وسايب اللي باقي وسايب كل حاجة. وبالتالي كل الكلام ده ممكن يختفي تماما تمام ما فيه في عندك حاجه طالما مش هترمي في الشارع طالما المنظومه ماشيه مظبوط من من المنبع الى المصنع اتصور ان ده ده هيحسن لنا حاجات كتير جدا هيحسن المناخ بشكل اساسي اللي احنا بنتكلم عليه وكوب 27 اللي احنا طبعا كل الدوله اتجاهها على هذا المؤتمر ان شاء الله يحقق نجاحات شديده ومصر ماشيه في, في هذا الاطار بشكل كبير جدا لأ. ونتمنى يعني ان شاء الله كل التوفيق يعني يا رب دكتور عبد المسيح انا النهارده مبسوط وسعيد اولا بمقابله حضرتك يمكن دي اول مره نتقابل بس حقيقي انا سعيد جدا شكراً جدا جدا بهذه المقابله وبكمل المعلومات اللي انا خدتها بشكل مركّز أنا والساده المشاهدين وبيقلي أنا بشكل شخصي يعني شكرا مال بفكر في الحاجه وإيه ده احنا بنعمل حاجات بجد كبيره يعني مش مش قليله العلم بجد تقدم خليني أشكر حضرتك أولا أفف. كل الشكر وأشكر حضراتكم ثانيا أولا كل الشكر للدكتور عبد المسيح سمعان الخبير البيئي وأستاذ العلوم البيئيه فكروا كويس جدا في اللي اتقال في هذه الفقره من الدكتور عبد المسيح وأستأذنكم ابدأ التطبيق أنا عارف انك انت مش هتروح عامل كل حاجه مره واحده بس تاتا تاتا ابدأ بالايه بقى؟ ترشيد الاستهلاك ترشيد يعني ايه استهلك بحكمه مش بقول لك قلل بحكمه من الاخر مش حاجه تترمي بس بس كده والله هتلاقي حياتك بقت مزيكة على كل خلصت الحلقه لحد كده لو لنا العمر باذن الله نقابلكم بكره وبرنامجكم التاسعه سلامات